أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نناقش فيها الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والتي تم تدشينها اليوم تحت رعاية الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. تأتي هذه الخطة تجسيدا لرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وهنا لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمائيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أيده الله، وإلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة تدشين هذا المشروع الوطني الطموح. ومما لا شك فيه فأن أمن واستقرار البحرين لهو مرتبط على الدوام بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح مجتمعنا المدني المتحضر الذي طالما حمل للعالم رؤيته الخاصة به في الاحترام الديني والتعايش السلمي والتقارب الحضاري، وهو أمر يجعل للبحرين صوتها المسموع ومكانتها الرفيعة على صعيد ترسيخ ونشر السلام وخدمة الإنسانية. بكل تقدير نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على اهتمامه المستمر في تأصيل مفاهيم الوطنية والانتماء للوطن، كما نشكر سمو رئيس الوزراء على دعمه المستمر لكل ما من شأنه ترسيخ قيم المواطنة وإعلائها. نشكر أيضاً سمو ولي العهد الأمين على حرصه على النهوض بالوطن على أساس ثابت من الوطن. ثوابت وطنية متينة، تلك هي الثوابت التي جبل عليها المجتمع البحريني، والتي جاءت الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة لتعزيز هذه القيم الوطنية الأصيلة من خلال مبادرات شاملة ومتنوعة تتشارك فيها مختلف الفئات والجهات التي حضرت انطلاقة هذه الخطة الوطنية الشاملة. معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية أخي العزيز طبق وبكل فعالية نظرة جلالة الملك في هذا الشأن، أنه هذه أرضنا وهذه بلدنا وهذه شعبنا، وإحنا كلنا ننتمي إلى 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 إلى, إلى نسيج واحد، وهذه لها وضعوا لها خطة، وضعوا لها برنامج حقيقة جدا جدا جميل. اليوم هو يوم من أيام البحرين حقيقة، تدشين المبادرة الوطنية أو الخطة الوطنية لترسيخ الانتماء الوطني والهوية الوطنية من أهم المبادرات التي نقوم بها على مستوى الدولة. هذه الخطة ليست أيضا وليدة أجهزة أو إدارات الدولة، هي وليدة عمل وجهد قام بها أهل الرأي والمشورة في هذا البلد. قام معالي وزير الداخلية بترأس هذه اللجنة، فكان فيها كثير من الإثراء من أهل الرأي ووضعوها بالفعل. كان هناك تحدي ليس في تحديد المهددات سواء كان من الداخل أو من الخارج لهويتنا الوطنية، ولكن حقيقة الابتكار هو في كيفية التعاطي مع ذلك ونقل ذلك إلى مبادرات يستطاع من خلالها ترسيخ الهوية الوطنية. هذه الخطة الوطنية الشاملة تحمل في طياتها ترسيخ قيم المواطنة النبيلة واحترام حقوق الإنسان، والتي تأتي لتجسد أهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يعد ركيزة النماء والتطور للمملكة. الانتماء الوطني في النفوس قبل النصوص، هذا ما أكد عليه صاحب المعالي وزير الداخلية خلال تدشين الخطة الوطنية اليوم.
أعتقد بأن ما يميز هذه الخطة أنها تسعى إلى تشكيل ثقافة الانتماء الوطني، وما سعدنا بمتابعتها اليوم بأن هذه الخطة تقدم خطة وطنية شاملة شخصت التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المملكة فيما يتعلق بالانتماء الوطني، وقدمت القيم المبنية لهذه الخطة سواء كانت قيم وطنية أو قيم إنسانية أو قيم سياسية وغيرها، وقدمت الحلول ممثلة بسبعين مبادرة. وما يسعدنا أن تكون هناك منصة إلكترونية لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات. مبادرة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة حظيت باهتمام واسع ومشاركة كبيرة من مختلف الجهات التي أكدت أهمية هذه الخطة وما تشكله الهوية الوطنية من إرث حضاري هام يجب الحفاظ عليه وتعزيزه. اليوم اللي عنده أفكار منظمات الدولية، من شركات، من مجتمعات، من أصحاب فكر متطرف، يدخل من خلال الألعاب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى الأطفال ويغير أفكارهم، يسحبهم إلى أفكار متطرفة وأحياناً يبعده عن الانتماء الوطني. فمثل هذه الخطة اليوم بشمولها بإدخال كافة فعاليات المجتمع، النظرة على الجانب التشريعي، النظرة على الجانب الاجتماعي، النظرة على الجوانب كلها الشمولية، وأيضاً إدخال أصحاب الفكر، رجال الدين، أولياء الأمور، الأطفال، الشباب، كلهم في هذه المبادرة الوطنية مهمة جدا لتعزيز قيم الانتماء الوطني. الخطة الوطنية تتضمن في طياتها 70 مبادرة مختلفة متنوعة ومثرية بهدف العمل بكل احترافية لتحقيق الأهداف المنشودة في الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها لدى الأجيال القادمة. خطة وطنية شاملة جاءت لتعزز مبادئ وثوابت جبل عليها المجتمع البحريني، تؤكد جملة من القيم الرصينة التي هي عماد بناء المجتمعات وتطورها. فهذه الخطة بشموليتها وتنوعها انطلقت اليوم لتعلن خارطة جديدة للعمل الوطني المشترك والهادف. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو برنامج حديث اليوم الحقوقي والعضو النيابي السابق الأستاذ المحامي فريد غازي. مساك الله بالخير أستاذ فريد. مساك الله بالخير. سعداء وجودك معنا في البرنامج. أهلا بك. مساك. الخطة الوطنية مرت بمراحل منذ أن كانت مبادرة أطلقها معالي وزير الداخلية في يناير 2018 إلى أن تم تدشينها اليوم كخطة وطنية تتبناها البحرين بشكل عام. الحقيقة يعني السؤال المهم الآن، ماذا يعني أن يكون لدينا خطة وطنية تعنى بتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة؟ احنا في البداية طبعا يعني أهنئ القيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وهو الملهم الأول لوجود هذه الخطة، كما نبارك لسمو رئيس الوزراء الموقر هذه الخطة وسمو ولي العهد الموقر على تدشين هذه المبادرة اللي حقيقة أخذ مبادرتها وتنفيذها معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة حفظه الله وزير الداخلية، واللي قاد حقيقة مجموعة إعداد وصياغة الخطة الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء، وكان حريصا حقيقة بحضور أعمال هذه اللجنة اللي أعدت هذه الخطة، ويهتم بأن تكون وجهة نظر جلالة الملك حفظه الله ووجهة نظر معالي وزير الداخلية موجودة داخل هذه الخطة، وهو تعزيز الولاء والانتماء من أجل أن تخرج بهذه 70 مبادرة الموجودة وفق محاور رئيسية احتوت عليها الخطة لتعزيز الولاء والانتماء. وكما يعني تعلم بأن هنالك أيضا فريق وزاري معني برئاسة الفريق الركن معالي الشيخ راشد حفظه الله،
بمتابعة تنفيذ هذه الخطة. هي ليست فقط خطة وطنية، هو من التسمية لابد من هذه التسمية وجود من آليات لتنفيذ هذه الخطة. فإذا هي خطة عمل تنفيذية، الأجهزة المختلفة في الدولة معنية بتنفيذها، فضلا عن متابعة وتنفيذ أيضا القطاع الأهلي. نعم، هذه الخطة ولا شك كان لها منطلقات، المنطلقات كما جاء في الخطة تحديدا المشروع الإصلاحي لجهة الملك، الخطابات السامية لسيدي جهة الملك، ميثاق العمل الوطني، دستور مملكة البحرين، وأيضا الاتفاقيات والعهود المواثيق الدولية، ومبادرة الانتماء الوطني اللي تكلمنا عنها في كانت في يناير 2018 من معالي وزير الداخلية. خطة تقوم على هذه المنطلقات وأهدافها تعزيز الانتماء والمواطنة وتستهدف النشء والشباب، لابد أن يكون يا أستاذ فريد أهميتها كبيرة، وبالتالي كل مؤسسات المجتمع، كل وزارات الدولة، كل الأفراد معنيين أن يكونوا جزء من هذه الخطة. هذه المرجعية اللي تفضلت بها، سواء كان مشروع الإصلاحي لجلالة الملك أو ميثاق العمل الوطني أو الدستور، فهو طبعا والخطابات السامية لجلالة الملك، وهو صاحب المبادرة الأولى عندما تطرق إلى أن هذا الوطن العزيز علينا البحرين يجب أن نطور فيه الولاء والانتماء. الولاء والانتماء الحمد لله موجود في أهل البحرين، وموجود في جدودنا وأبائنا، الولاء للقيادة الرشيدة والولاء للأرض. وإنما في الفترة الأخيرة أمام التشعب العام للمجتمع والمتغيرات التي طرأت في المجتمع، لابد من وجود خطة ولها آليات تنفيذية للحفاظ على الهوية البحرينية بالدرجة الأولى، وأيضا الحفاظ على القيم والمبادئ الراسخة في المجتمع البحريني، وأيضا تعزيز قيم الولاء والانتماء بمفهومه السلوكي للمجتمع، وهذا يشمل البحرينيين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. يعني كيف نحول من هذه الخطة الوطنية اللي احتوت على 70 مبادرة وعلى تفاصيل من خلال تدشين ممكن للمشاهد والمشاهدة الكريمة رؤية ذلك من خلال الموقع الإلكتروني اللي دشن اليوم لمعرفة تفاصيل هذه الخطة، فيها مبادرات متقدمة حقيقة تسبق. يعني لدينا ميثاق عمل وطني، لدينا دستور، لدينا مرجعياتنا وهي مرجعية الخطة الوطنية، إنما ما يميز هذه الخطة هي الآليات، أن يتحول إلى سلوك، يعني الولاء والانتماء سلوك عام تجده في المدارس بمختلف مراحلها، تجده في الجامعة، تجده في المجتمع البحريني بشكل عام. يعني احنا لدينا قيم ومبادئ، اهم قيمة موجودة في المجتمع البحريني هو التسامح وهو البساطة، هذه القيم يجب ان لا نتخلى عنها. ايضا في موروثنا الكثير مما يجب الحفاظ عليه، وانما كيف ان يتحول هذا الولاء والانتماء إلى سلوك عام، هذه وظيفة الأجهزة المعنية بمختلف. نعم، الخطة أشارت لوجود تحديات داخلية وتحديات خارجية، والحقيقة التحديات الداخلية كانت في نقطتين تحديدا، وأعتقد لأنهم من الأهمية بمكان تأثير الخطاب الديني المعزز للانتماءات الفرعية، وهذا مهم وخطير جدا، وفي الجانب الآخر أيضا غياب سياسات واضحة للاندماج الاجتماعي. خلنا نوقف عند التحديات الداخلية لأنها ربما أهم أستاذ فريد. طبعا كثير من التحديات، يعني بفضل الله وبفضل قيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، في الفترة الأخيرة البحرين مرت بتحديات داخلية تعرض فيها السلم الأهلي للخطر، ولكن بفضل حكمته وقيادته استطاع جلالة الملك حفظه الله أن تمر هذه السفينة البحرين بكل أريحية، رغم الصعاب ورغم علو
ما تعرضت له البحرين من أمواج عاتية، ورغم سقوط دول حولنا. نعم، على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي كان جلالته متفائلا وحكيما في قيادة هذه هذه لا يختلف عليها اثنين، لا يختلف عليها اثنين، هذه حقائق وثوابت. ومن هذا المنطلق اللي انطلق به جلالته حفظه الله، أراد أن يرسخ الولاء والانتماء بالحفاظ على هذه القيم البحرينية الأصيلة. فجاءت هذه المبادرة من معالي الفريق، ركن الشيخ راشد بن عبد الله حفظه الله وزير الداخلية، وباهتمام شخصي، وتجد من خلال المناقشات اللي احنا ناقشناها في اللجنة وبعد ذلك شكلت اللجنة التنفيذية مدى هذا الاهتمام الشخصي، وأن يخرج بهذه الصورة الطيبة. وأيضا يجب أن تستكمل الآن كما قال الفريق، والآن كما قال المسؤولون عن هذه الخطة، الآن يبدأ العمل. الآن ما مضى هو إعداد لهذا الخطة، لهذه الخطة. اليوم احنا تدشين مرحلة بدء عمل، خصوصا بعد تدشين الموقع وتشكيل الفريق الوزاري المعني بذلك. نعم، معالي وزير الداخلية يعني اهتمام بموضوع السلم الأهلي والهوية البحرينية ليس بحديث، وهو قديم، وربما نذكر جميعا مناداته بالطائفة البحرينية ومناداته في عز الأزمة وحتى قبلها بالشراكة المجتمعية وما إلى ذلك. لكن خلينا نتطرق لأنه في عجالة إلى التحديات الخارجية أيضا. أشارت الخطة لوجود تحديات خارجية، تأثير العولمة والإرهاب، أيضا التدخلات الخارجية، منافسة وسائل الإعلام الغير تقليدية المختلفة للإعلام الرسمي، وأيضا تأثير السلبي لشبكات التواصل. هذه من ضمن التأثيرات الخارجية. أكيد معالي وزير الداخلية اختصر كل ذلك في كلمتين، وهو الانتقال من التخندق وراء الطائفية والإرهاب إلى فضاء الفضاء الولاء والانتماء. بمعنى بأن كل هذه التحديات ومن ضمن الخطة أن يكون البحريني سفيرا لوطنه، بأن يكون سفير طبعا مسلحا بالولاء والانتماء لوطنه أمام التحديات الخارجية وأمام التحديات الداخلية أيضا. يعني كيف نخلق من المواطن البحريني الصالح، وأيضا لمن يخطئ من المواطنين ويخالف القانون، كيف نعود به إلى جادة الصواب وإلى الولاء والانتماء، وكيف يتعرف على الولاء الحقيقي. ما أنا قلت بأن هذا سلوك، يعني النظافة، المحافظة على نظافة البحرين سلوك، المحافظة على الانتظام المروري سلوك، المحافظة على كيف يفتخر الطلبة بوطنهم سلوك. هؤلاء النشء والمواطنين البحرينيين بكل نساء ورجال هم سفراءنا ودرعنا الأول أمام هذه التحديات الخارجية. نعم، والمطلوب نقل متخندقين بالطائفية إلى فضاء الوطنية الواسع. رح ندش في التفاصيل، لأن مثل ما تفضلت الخطة فيها 70 مبادرة. نعم، كل مبادرة هي يعني تحتاج خارطة عمل بحد ذاتها خلال 3 سنوات. هذه الخطة الوطنية سوف يتم على الأقل خلال 3 سنوات أن تستمر وأن تراجع، رح ندش في تفاصيلها. لكن هذه الخطة تنبثق، الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، من منطلقات وطنية تمثل أساسا للخطة، تستمد منها توجيهاتها الاستراتيجية في كافة أنشطتها لتحقيق أهدافها الرئيسية. التفاصيل في التقرير التالي، ثم نعود لاستكمال الحديث مع الأستاذ فريد غازي. Thank you.
وتمضي الأيام لتثبت أن أرضية المواطنة والوحدة والمشاركة أكثر قوة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير. أستاذ فريد، الخطة الوطنية فيها الكثير من المبادرات، وفي جانب مهم ودور مهم للتشريعيين، دور المشرعين، السلطة التشريعية، شنو دورهم في هذه الخطة؟ دورهم كبير طبعاً. يعني المشرع دائماً مرجعيته الميثاق والدستور. اليوم أضفنا بالإضافة إلى المعاهدات الملتزمة بها مملكة البحرين، اليوم أضفنا للمشرع البحريني الخطة الوطنية. أي تشريع يسن في مملكة البحرين كما يراعي حقوق الإنسان اللي التزمت بها مملكة البحرين، يراعي الآن كيفية إيجاد النصوص التي تراعي تعزيز الولاء والانتماء. يجب أن يكون في ذهنه. البعض يقول هل في كل النصوص؟ لا، لكن توجد نصوص يراعى فيها تعزيز الولاء والانتماء، خصوصا النصوص المتعلقة بالنشء وبالشباب وبالحقوق المختلفة للمواطنين. يعني حتى كل سواء كان أطفال أو يعني أولي العزم أو كل هؤلاء شركاء أصلاء في الخطة الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء. فبالتالي كل تشريع يصدر يجب أن يراعي هذه الخصوصية. وعندما نتحدث يعني نتحدث عن قيم، عن مبادئ، عن هوية بحرينية يجب أن تكون في التشريعات. نعم. فهذا الدور المطلوب ليس فقط من المشرع بغرفتيه وممثلا في السلطة التشريعية، كل أجهزة الدولة عندما تعد أي تشريع أو ترغب في إعداد أي تشريع يجب أن بل يذهب إلى أبعد من ذلك، يمس القرارات ويمس أيضا التي تقل درجة عن التشريع، يجب أن يراعى فيها الولاء والانتماء. نعم. هل إحنا محتاجين أيضا لتشريعات أو تعديلات يعني تساهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، محاربة خطابات الكراهية، التصدي للدعوات السلبية اللي قاعدة تنتشر بين فترة وأخرى؟ نعم، في أدوار وطنية لمنظمات المجتمع المدني. اليوم كل واحد يشارك عن طريق حتى السوشيال ميديا، لديه دور أن يراقب ما يدور، لكن التركيز على السلبيات وتضخيمها والتقليل من حجم الإنجازات والإيجابيات الكثيرة موجودة في البلد، هل كل ذلك محتاج لشيء من إعادة تعديل هذا السلوك بالسلطة التشريعية، بالتشريعات والقوانين؟ أنا أعتقد يعني لم يكن مخططاً أن يكون التدشين اليوم للخطة الوطنية لتعزيز الولاء والانتماء، لكن في اعتقادي بأن التوقيت جاء توقيتاً مناسباً لكي يعي الجميع سواء كان المتعاملين في السوشيال ميديا أو غيرهم من المواطنين الأعزاء اللي يفهمون الحرية بشكل زائد عن حجمها الطبيعي. نحن كلنا أحرار في هذا الوطن والحمد لله، كلنا نتعامل بكل الطرق المتحضرة في تعاملاتنا كبحرينيين. يجب أن ينعكس ذلك في الالتزام أيضا في السوشيال ميديا أن لا نسيء لمملكة البحرين، هاي وطنية. تحري الدقة عند التعامل مع القضايا، هذه وطنية. يعني الخوف على البحرين وعلى سمعة البحرين، هذه وطنية. يعني ليس ذلك يعني دعوة أنك أنت ما تنتقد، انتقد كما تشاء في إطار القانون وما المسؤولية الوطنية. والمسؤولية الوطنية إحنا نبي نعزز الولاء والانتماء في إطار مسؤولية شاملة وطنية. لا يمكن أن أفسر حريتي في السوشيال ميديا أن أدمر سمعة بلد من أجل قضية لا نختلف إنها قضية مهمة، كثير من القضايا مهمة، بس لا أدمر سمعة بلد.
أنتوا الحمد لله في البحرين وكل الدول تحدث فيها قضايا مهمة كهذه ولربما مشاكل أكبر من هذه، لكن طريقة معالجتها وتناولها في إطار وطني وحس بالانتماء المسؤول لهذا الوطن، هني الفرق أستاذ. نعم أكيد. ويمكن هالي يعني أن المبادرة تسعى لأن تحول كل ذلك ما تحدثنا عنه إلى سلوك، السلوك من ضمنه سواء في السلوك في التعامل المباشر فيما ذكرته من أمثلة من سلوكيات يومية وحتى ويمكن اليوم من أخطرها في السلوك المتمثل بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا لأن يعني اليوم شو اللي يمنعني أنا، شو اللي يمنع يعني عندما أقول أنا كمواطن بحريني بسيط، يمنع أي مواطن بحريني عندما يصله أمرا ما القصد منها الإضرار بسمعة البحرين تقف عند هذه الرسالة ويقف عند هذه المعلومة ولا يساهم في نشرها، لأن الـ 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 يعني هذه نوع من الوطنية، واحد خايف على وطنه. اليوم احنا انتو عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي اليوم حدث يصير هني في آخر الدنيا عندهم نفس الحدث اللي عندك في البحرين، فإذا انت جلوبل العالم كله يدري عن شي يصير عندك، فأنا يجب أن أبرز القيم الوطنية. يعني ليش يعني في جهود لا ينكر في جهود في وسائل التواصل الاجتماعي لإبراز القيم والمبادئ والولاء الوطني في مملكة البحرين، في ما أقول ما في موجود، ولكن بأن لا نثير السخط العام. يعني بلدنا مهما كان بلدنا الحمد لله بخير وبيظل بخير. هل تعزز هذا الانتماء والولاء لهذا الشاب وإلا تحبطه بمجموعة معطيات تاريخية تحبط هذا الشاب؟ كل هذه وأكثر من هذا من ما قلته يتعلق في تعزيز الانتماء والولاء. أنت إذا وجاءت هذه الخطة الوطنية لتجيب على كل هذه الأسئلة وتضع إطار وطني يعمل فيه الجميع وضمن خطوات معينة ومبادرات معينة واضحة للجميع وهو جدول زمني أيضا واضح للجميع، ومثل ما تفضلت نحن حتى لا نشكك أبدا بل متأكدين من يعني وطنية كل من يقوم بالحديث عن القضايا العامة ويعني الشأن العام البحريني، لكن المطلوب أن يكون بحس وطني مسؤول أيضا ويعني يعرف فيه ما يفيد هذا الوطن وما قد يضر به. كل الشكر والتقدير لك سعادة الأستاذ فريد غازي على ما تفضلت فيه، شكرا جزيلا، يعطيك العافية، تشرف فيه. إذن مشاهدينا الكرام، تعزيز الانتماء الوطني، ترسيخ قيم المواطنة، ركائز حافظ عليها الآباء والأجداد، وهي أيضا أمانة نحملها للأبناء والنشأ، فالتأكيد على الولاء الوطني وترسيخ قيم المواطنة رسالة ليس لها حدود وواجب ليس له نهاية. نترككم على خير، في أمان. إننا نرى فيكم الحرص والاهتمام الشديد على سمعة مملكة البحرين الغالية ومراعاتكم لتعاليم ديننا الحنيف وقيمنا وعاداتنا التي ربانا عليها آباءنا وأجدادنا والتي تدعو إلى التسامح والتعايش مع كل الأديان والثقافات. ولا يخفى عليكم ما ترون وتسمعون من أحداث ونزاعات إقليمية ودولية مؤسفة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويجنبنا شرورها ونتائجها، ونحن ولله الحمد والمنة قد اجتزنا تلك التحديات الخطيرة ولم يكن ذلك إلا بتكاتفنا وتعاوننا وإخلاصنا وصدقنا وتمسكنا بمبادئنا.